لكم مشاهدينا ويسعد صباحكم من مدينة الناصر داخل الخط الأخضر، هالمدينة اللي لطالما كانت ولادي وحاضنة للفن والتراث. في هذا الصباح احنا معكم بفعالية لحفظ وصيانة الثوب والتطريز الفلسطيني وكل الفن الفلسطيني عموما، بهمة نساء فلسطينيات أخذوا على عاتقهن مهمة الحفاظ على هذا الذخر. رؤسبته بالملاس يا عروس، ورؤسبته بالملاس يا لالا، العارس ع ظهر الفراس يا عروس، العارس ع ظهر الفراس يا لالا. ثوب فلسطيني غرزة وتطريز تراثي كسو ساحة العين التاريخية في مدينة الناصرة، احتفاءً بهوية يتغنى بها الداخل، تجلت بأبهى صورها بفعالية بادرت لها مجموعة يفاويات وشاركت بها عشرات النساء من شتى المناطق داخل الخط الأخضر، احتفالاً بالموروث الفلسطيني ولاسيما بالثوب الذي زين باحات الناصرة، ورد على كافة المحاولات الإسرائيلية لسرقة التراث والثوب الفلسطيني. الثوب هو رمز، هو مش ثوب، هو حضارة، هو ألوان، هو جغرافيا، هو مناطق جغرافية، وعشان هيك احنا حبينا نكرم التطريز، وكمان عشان كل السرقات اللي عم بتصير، انه في كتير 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 مؤسسات وناس اللي عم بلبسوا وبيعتبروا انه هذا التراث لإلهن. هذا فن فلسطيني، هذا محتكر لفلسطين، وهذا زينة احنا بنفتخر فيه وبنحبه، ودائما بنحب انه نلبسه بكل مناسباتنا الوطنية والتراثية وحتى المناسبات العامة. حلمي كان انه نعمل كلياتنا نعمل صورة جماعية في ساحة العين واحنا كلياتنا بالزي الفلسطيني، وبالذات بعد ما اعلن اليونسكو واعترف بالفن والعلم التطريز الفلسطيني كعلم وكفن وكإشي اللي هو يدرس في الأكاديميات والجامعات. حبينا نعمل تكريم لهذا الثوب لأصالته وعراقته. هذا الثوب مش بس بمثل الفستان ولبسته المرأة الفلسطينية، لا، بمثل كتير أشياء، بيحكي عن كتير أشياء، بيحكي عن الطبيعة الجغرافية لفلسطين، بيحكي عن الموقع الجغرافي، المرأة بأي طبقة كانت أرستقراطية أو فلاحة، كان كتير يرمز لكتير أشياء. حتى الكتب كانت يعني اللي يشوف الثوب يعرف هاي المرأة من رام الله، يعرفها من جنين، يعرفها من يافا، من الجليل. كل ثوب له ميزته، كل كتبة وكل حتى لون يعني له ميزته. فالفكرة نبعت إنه عن جد إشي بمسنا، بمس هويتنا، وبعود لرمز من رموز هويتنا الفلسطينية. هاي الهوية اللي إحنا بنقدرش نستغني عنها، حتى أغانينا، حتى الأكل تبعنا، لبسنا، حتى ابتسامتنا. بحس إنه لما الجمعة بتكون حلوة وكذا، دغري بصير الإنسان يدندن ويغني ويتغنى بالأغاني التراثية، يا ظريف الطول، على دلعونا، على الروزنا، هاي الأشياء، الأغاني اللي إحنا سمعناها من جداتنا، إحنا ما أجتنا هيك، لا، هاي مغروسة في ذاكرتنا. يعني حتى الأولاد الصغار يعني تحس إنه اللي عندها أولاد صغار ودائما بتغنيها، أولادها بصيروا يغنوها، بصير الإشي بتناقل، وهذا التراث المنقول اللي بتناقلوه مثل ما إحنا نقلنا عن الأجداد، فبتناقلوه لأولادنا. نتمنى يعني يصل يضل متناقل وما حدا يتنازل عن هذا التراث. كانت بالدار بالمجادل وتشتغل هذا الشغل. كان في وحده قاعده بحد الدير اسمها المدام غرور، بنت عمي تعلمت منها وهنتعلم من بنت عمي.
مرة وبنتها مدام غرور اسمها. كم سنة إلك في عملي؟ أنا قبل إسرائيل. قبل إسرائيل وأنا أشتغله. يعني قبل الثمانية. اشتغلت مناديل بالأجار كثير وحجيت من شغلي دي. بعرف سنارة وبعرف هذا المكوك وبعرف تطريز بالإبرة وبعرف صوف بالسياخ وخياطة على المينة. النصراويات غيتنا جلالينا توب الجلاي اللي هو التوب النصراوي، نلبس التوب ونطلع علالينا، ويا حصرتك يا عزب يوم من تلاقينا ينهد حيلك وما تقدر تحاكينا. بنات الناصري والمنطقة كتير كتير تميزوا بالأشغال اليدوية اللي هي للزينة مش القطب الفلاحية. طبعا بعدين صارت القطب الفلاحية هي رمز من رموز الرموز الفلسطينية اللي طبعا بنعتز فيها وطبعا بنتعامل معاها، بس هي مش قطبة جليلية. كان مفهوم ضمنا انه هذا من مركبات اي بلد ومن مركبات الشعب، صرنا نتشبث فيه اكثر لما شفنا فيه الرمز الفلسطيني، وخاصة لما شفنا محاولات سرقة هذا الثوب وتلزيقها بجماعة تانين. طبعا مهم جدا هاي الفعاليات للتذكير انه احنا قدام حدث مهم، احنا قدام رمز مهم من رموزنا الفلسطينية اللي لازم الحفاظ عليها. انا بشوف بالتراث والتمسك بالتراث وكل المفردات المتعلقة بالتراث هي حل لجميع مشاكلنا اللي حاليا احنا بنعيشها. فاذا بدنا نحكي عن العنف، بدنا نحكي عن الظواهر الاجتماعيه اللي هي غير مرغوب فيها بشكل عام، بعتقد انه احد اسبابها الاولى انه احنا ابعدنا كثير عن تراثنا، فبلشنا احنا كانه بنحلق بالهواء. التمسك بالتراث هو نوع من الجذور اللي بتثبتنا في الارض، ومن خلالها احنا بنقدر ننطلق وين بدنا. فأجيال الصغير الصاعد اليوم حالياً ما بيعرفوش إشي بسبب العولمة والتكنولوجيا. فمن هذا الباب إحنا أو أنا بشوف إنه أنا بحمل رسالة إنه نعرف صغارنا بهذا التراث على أساس الشعور بالانتماء، الشعور بالمحبة للمكان، بالمحبة للموروث، بالمحبة للناس اللي عملياً بيرجعهم إلى الوراء خطوات، ومنها بقدر ينطلقوا من جديد مع أرجل ثابتة. التراث هو هوية، التراث هو ثقافة، فما فيش شعب في الدنيا بيعيش بدون ثقافة بدون هوية. فإحنا الهدفنا إنه ما نضيع هذا الإشي، خاصة إن إحنا عنا موروث جدا رائع، عنا اللباس الفلسطيني اللي هو أو الثوب الفلسطيني اللي حصل في النهاية أو مؤخرا على الاعتراف العالمي بجماله. فإحنا أحرى أو حري بنا إنه إحنا نفتخر نعتز به ونشعر إنه هذا الموروث إلنا وإحنا إله. احتفالية جمعت كافة مركبات التراث الفلسطينية وأحيتها من جديد في شوارع الداخل، مؤكدة أن الهوية تكمن بالموروث، وما أغناه من موروث فلسطيني ولد ليبقى. من مدينة الناصرة لبرنامج فلسطين هذا الصباح، سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين.